احترموهم وساعدوهم على قد ما تقدر. مع كل الزحمه والاعداد والناس اللي جايه دي، كنت حابب اقول لاي حد مصري توقع هيبقى فيه سودانيين كتير قوي في البلد دلوقتي، حاول تساعدهم، حاول تعمل لهم اي حاجه. اللي قابل سوداني يساله لو محتاج اي حاجه. الناس دي على رغم الحرب بيتاسفوا لي كل ما يشوفوني، بيقولوا لي احنا اسفين انك جيت في ظروف زي دي. الناس دي شالوني فوق راسهم حرفيا. الناس دي طيبين وطلعوا من بلدهم غصب عنهم. احترموهم وساعدوهم على قد ما تقدروا.